فرح مكملين بجولتنا الثقافية لليوم مع فعاليات مهرجان الياسمين اللي عم تشهده دمشق، فقد أحيا الفنان نصيف زيتون مؤتمر صحفي قبل إحيائه الحفل الفني الخاص فيه. تفاصيل أوفى مع زميلتنا روبا الصالح. عشام خدوني واحبابي فرجوني. انا ما قررت انه ننزل اغنيه بعد المهرجان بالذات، صدفت كل العوامل، اجى المهرجان، الظهور المهرجان راح يكون على التي في، الاغنيه جاهزه، بالاخير هي توفيقه بتصير توليفه كامله بتزبط لنطلب الاغنيه، وهذا الشيء اكيد بيشرفني. الواحد اذا ما طلع من بيته كارثه، يعني انا هون ارضي وبقى والله صار بحس فيها مزاوده، بالاخير هيدي الارض ارضي، ارضي هون بلدي يعني. فانا بالنسبه لي انا بفخر وبكبر وبعلى وبنجح اكثر بس يكون البيز تبعي هون. وانا دائما بقولها انه القعده الجماهيريه للفنان اذا ما كانت بلده كارثه، كارثه. الارض اذا ما كانت ثابته تحته بارضه بيته كارثة. هذا بجاوبك عليه، أكيد راح يكون ممكن وإن شاء الله نقدر نحققه يوما ما نطلق أغنية بشي حفلة أو بشي مهرجان منهم. سوري